نوبة شمال الهوى ونوبة الهوى جنوبي، هيج غنى صباح السهل الله يرحمه، وهيج مرفوع الشعار هالايام بالحنانة، نوبة فتحاوي الهوى، نوبة الهوى نصراوي، وبين الفتح والنصر المكون الشيعي واقف منتظر القرار الأخير، خصوصا بهالدورة صوت التيار الصدري هو الأقوى، وهو اللي بيده دفة السفينة، هذا اللي يخطر ببالنا. أما بعض المتابعين فيقولون لا، الموضوع أبعد من مقتدى الصدر، لأنه من قبل الانتخابات والهوى كل ساعة رايح الجهة. تذكرون العبادي من تحالف ويا الفتح ليلة ويوم وغير رأيه؟ بأيامها عرفنا أنه إحنا بمرحلة تخبط هائل راح يخلينا على قولة مظفر، جيت براي ورحت براي، وهذا اللي مخلي الشركاء حايرين ويانا، لا بيهم يماشونه ولا بيهم يعوفونه. طيب شنو نتيجة هذا التخبط والفوضى؟ النتيجة أن الأمور راح تظل مفتوحة على كل الاحتمالات، ممكن بأي لحظة يفوت أي طرف لأي حلف أو يطلع منه بنفس السهولة اللي طب بيها. اتذكروا ويانا بالله مش عندنا لحد هسه من تحالفات، اكو عندنا تحالف سائرون والحكمة والوطنية واللي ما نعرف وين صفة بيتدهر، عندنا ايضا تحالف الفتح وسائرون اللي انعلن بالحنانة وسوى صدمة بيومها، واخيرا عندنا التحالف اللي انعلن قبل يومين بين سائرون والنصر واللي ارتكز على 8 نقاط انشائية ابرزها عبور الطائفية ومحاربة الفساد وباقي النقاط. المعنى ان الكل متحالف ويا الكل الا طرف واحد معزول عزلة ما معقولة، انه نور المالكي اللي يبدو انه مقتدى الصدر مخلي خصومته استراتيجية اولى وضامها بحضنه ومحتار بيها، بكل لقاء واجتماع تطفر بدون ارادة. اليوم مثلا تسربت اخبار انه الصدر والعبادي متفقين اثناء لقائهم على منع دخول دولة القانون بتحالف الكتلة الأكبر اللي راح يشكل الحكومة الجاية، ومخلين شرط جدا قاسي لدخولها وهو انه ما ينطوهم اي حقيبة وزارية مهمة، وهذا الشرط اكيد ما راح يرضي المالكي ولا راح يرضي هادي العامري ايضا، من باب انه استراتيجية الفتح هي نفسها اللي شاعت قبل فترة وتقوم على ادخال دولة القانون مع الفتح وسائرون والنصر ومن ثم تجديد التحالف الوطني. طبيعي كل هاي القراءات مبنية على نتائج الانتخابات اللي أعلنت واللي ربما راح تتغير بعد العدو الفرز اليدوي. هنا ضروري الواحد يتساءل، يا ترى شنو انعكاسات الجدل حول النتائج على التحركات اللي جاي تصير واللي راح تصير؟ هل القوى الممثلة للمكون الشيعي راح تتأثر تأثر قوي بالموضوع لو هي بعيدة نوعا ما وإلها الصافي؟ طيب بالعودة إلى لعبة الحية ودرج مال التحالفات المتغيرة بالساعات، فالسؤال هنا هو في حال نجاح تحالف سائرون النصر وخروج الفتح تضامنا مع دولة القانون، فشنو اللي يعني هذا؟ هل يعني أن حظوظ العبادي بالولاية الثانية انتعشت بعد أن خنقها تحالف سائرون مع الفتح سابقا؟ وإذا انتعشت حظوظ أبو يسر بالفعل، هل يعني هذا حدوث متغيرات إقليمية جديدة؟ أكو توافق أمريكي إيراني مثلا؟ لو كل هذا اللي جاي يحدث هو صراع إرادات وآراء واستراتيجيات ومو بضرورة عليها توافق إقليمي، يعني ربما يكون الصدر هو المتحكم الآن بخريطة التحالفات وطبيعتها، سواء كان هذا التحكم اعتباطي أو محسوب، سواء كان مدعوم إقليميا أو نابع من إرادة وطنية. أي نعم بعضهم يقول هاي مبالغة، الأمور ما محسوبة ولا هم يحزنون، كل ما هناك أنه طبيعة المرحلة عند المكون الشيعي حاليا ما تخرج عن مطلع ذيك الأغنية مال صباح السهل، نوبة شمال الهوى نوبة الهوى جنوبي ويندار ويا الهوى، رأيك يا زعيم التيار؟